رسمي، مضيفا أنه إذا استمرت ما وصفها بمخالفة السفيرين فإنه سيفرض منع التجوال عليهما خارج نطاق 25 كيلومترا. كما أكد المعلم أن زيارة وزير الخارجية التركي مرحب بها في أي وقت. أحب أن أؤكد أن موقف روسيا والصين من الأحداث في سوريا موقف ثابت، ولديهم تجربة سابقة جرت مع ليبيا وكيف استغل حلف الناتو قرارا من جامعة الدول العربية تحول إلى قرار مجلس أمن، وبدل منع التحليق أصبح مسموح لهم بالتحليق وقصف كل ما يتحرك في ليبيا. ثانيا، زيارتي لن تقدم أو تؤخر في المواقف الثابتة للدول، لأن هذه المواقف أيضا تبنى على أساس مصالح. ميدانيا، قال سكان إن قوات الفرقة الرابعة طوقت تماما ضاحية حرستا في ريف دمشق وقطعت عنها المياه والكهرباء والاتصالات، فيما انطلقت تظاهرات كبيرة اليوم في دير زور تطالب برحيل الأسد. التوتر جاثم على مناطق متعددة في سوريا. في حمص أغلقت المحال أبوابها وأضرب المواطنون عن العمل واختبأوا في منازلهم هربا من الرصاص العشوائي الذي تطلقه قوات الأمن في الخالدية وباب الدريب وباب السباع ومحيط القلعة والإنشاءات والغوطة وبابا عمرو والحمرة وحي عشيرة وتلبيسة والوعر. شهود عيان أشاروا إلى أن شبيحة سرقوا سيارات الإسعاف من مستشفيات ما زالت تحت الحصار، ويقومون باقتحام المنازل وينفذون عمليات اعتقال، ويتجول غيرهم في الطرقات وينهبون المحال في وقت تتمركز قناصة على الأبراج والبنايات المرتفعة وحواجز أمنية. شبيحة مع الهروات. دير الزور شهدت العديد من المظاهرات الحاشدة في مختلف أنحاء المحافظة، حيث خرج الآلاف ينادون بإسقاط النظام في تظاهرة ضمت طوائف مختلفة من المثقفين والأطباء والمهندسين والمحامين، مؤكدين سلمية التظاهر ومشروعية المطالب الشعبية. البوكمال المحاصرة والمطوقة من قبل قوات الأمن السوري والشبيحة منذ يوم الأحد الماضي خرجت في مسيرة ضخمة تطالب برحيل النظام وخروج الجيش من المدينة وفك الحصار عنها. كما شهدت مدينة الميادين العديد من المظاهرات الكبيرة والمطالبة برحيل الأسد وإسقاط النظام وفك الحصار عن البوكمال وباقي المدن السورية. في حلب أقامت القوات الأمنية حاجزا ترابيا على مدخلها من طريق دمشق وفتشت السيارات ورفضت دخول بعضها، بينما قامت فرقة أخرى بمداهمة المنازل في حي صلاح الدين واعتقال العديد من الشبان. وفي إدلب اقتحمت عشرات السيارات محمبل، وقام الأمن بحملة اعتقالات واسعة وضرب وتهديد للسكان. كما تجمعت الحشود في ساحة معرة حرمة منددة بالنظام، وتحول اعتصام سلمي بالشموع إلى مظاهرة حاشدة في كفر نبل رغم الحصار. خالد الكاشف، العربية. يبدو أن السلطات السورية في رحلة مطاردة مستمرة مع ما يطلق عليه الرجل البخاخ، وهي مجموعة من الشباب يستخدمون البخاخ سلاحا يطلقون منه رصاصة كلماتهم على الجدران للتعبير عن رفضهم لممارسات النظام. الرجل البخاخ اسم بات يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، من هو أو من هم؟ مجموعة من الفتيان السوريين في درعا كانوا شرارة انطلاق الاحتجاجات في سوريا، سلاحهم لم يكن بنادق أو رشاشات، إنما البخاخ، بخاخ يطلق منه رصاص كلماتهم على الجدران تعبيرا عن رفضهم للنظام. الثورة بدأت في درعا بالرجل البخاخ، مجموعة فتيان كتبوا على الجدران في درعا شعارات مناهضة للنظام، متأثرين بالثورات العربية، كتبوا إجاك الدور يا دكتور وغيرها من الشعارات، تم اعتقالهم.
يتسلل الرجل البخاخ في ظلمات الليل لكتابة شعارات مناهضة للنظام خوفا من أن يقع بين قبضة الأمن، فأصبح صداعا يؤرق ما يصفه الثوار بالشبيحة ورجال الأمن في كل شبر من سوريا. ولعل أشهر رجل بخاخ حير السلطات السورية هو محمد راتب النمر الحمصي، شيعت جنازته الثلاثاء ومعه 10 شباب بعضهم من أصدقائه من حمص إلى دمشق، وتحديدا إلى الرجل البخاخ الدمشقي أحمد الخانجي، وهو خريج كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبحسب صفحة أنشئت لدعمه اختفى في ظروف غامضة من منطقة باب شرقي بتاريخ 8 من الشهر الجاري. الرجل البخاخ الدمشقي شهده رامي العاشق خلال وجوده في السجن، وكان مدمى وملامحه لا تظهر من كثرة الضرب والتعذيب. السلطات السورية وأمام هذا الواقع فرضت على جميع محال بيع الدهان منع بيع البخاخ تحت شرط التحقق من الأوراق الثبوتية للشاري. هناء محمد بخشم، العربية. في الشأن المصري، قالت مصادر مصرية مطلعة للعربية أن الحكومة الجديدة ستؤدي